استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت
البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا
أحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه
أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد حمدا طيبا مطيبا حتى ترضى يا رب العالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا،
اللهم فاغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت رب الملائكة والروح، رب موسى وهارون، رب عيسى وأيوب والأنبياء والمرسلين. نسألك يا الله، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، اللهم إنا ندعوك دعاء لا ترده يا عظيم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب بلا عقاب مع الصادقين الذين قلت فيهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا منهم، احشرنا معهم، اللهم بلغنا درجاتهم، اللهم أدخلنا مدخلهم بلا عقاب ولا حساب يا رب العالمين. يا حليما على من عصاك نناديك، يا غنيا عمن تناساك، سبحانك لا غنى عنا منك ولا عن لطفك ولا عن برك ولا عن إحسانك. أنت الأحد الصمد لمن لا أحد له، أنت الواحد الأحد لمن لا نصير له، سبحانك وبحمدك انقطع الرجاء إلا منك. نسألك اللهم أن تعاملنا بإحسانك وجودك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة وفي كل ليلة، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا يا عفو اعف عنا، تحب العفو فاعف عنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم فرج همومنا واقض حاجتنا، يسر أمورنا، اشف مرضانا، اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا لكل ما أهمنا، أنت حسبنا لضوائقنا. اللهم من كان يشكو من كرب ففرج كربه في هذه الساعة يا كريم، ومن كان يشكو من هم ففرج همه في هذه الساعة يا كريم. اللهم يا حي يا قيوم، نواصينا بيدك، وأرواحنا في قبضتك، وأمورنا كلها ترجع إليك. اللهم ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اجعلنا في ضمانك، اجعلنا في أمانك. اللهم إنا نستحفظك أنفسنا، ونستحفظك أولادنا وشبابنا والمسلمين. اللهم اجعلنا جميعا في كنفك وحفظك، وأعذنا من همزات الشياطين. اللهم أعذنا من كل صديق فاسد يا رب العالمين. اللهم أعذنا وسلمنا من سيء الأهواء وسيء الأدواء. اللهم احفظنا وشباب المسلمين من المسكرات ومن المخدرات ومن المخدرات. اللهم
واحفظ شبابنا من بلايا المخدرات. اللهم أعذنا وإياهم من كل مفسد ومهلك يا رب العالمين. زينا بزينة التقوى ألبسنا لباس الإيمان، جدد الإيمان في قلوبنا وألبسنا ثوب العافية والسلامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفقهما بتوفيقك، سددهما في أقوالهما وأفعالهما، مدهم بمددك، أعنهم وفقهم إلى كل ما فيه خير وصلاح للعباد والبلاد والإسلام والمسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا في داخل بلادنا وعلى حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم على الحدود، وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم داوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا عندك في عليين، بكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.